المشكل هاللي صار مع السيد توني هو أول مشكل بيصير معك. نعم. طيب لكن اشرح لي إذا بتريد كيف بعد 5 أسابيع من العلاقات الحلوة مع الجيران وصلت معك الأمور أنك وصفته للسيد حنا بعرس؟ كب علي مي وسخة. ما هو بيقول أن المي وقعت بالغلط، شو ردك على هالشي؟ أنا ما عملت إشي غلط، أنا كنت بدي أعمل شغلي وبس. وليه ما اعتذرت؟ ما ترك لك وقت كفاية تتفكر بالموضوع؟ ما حسيت أنه لازم أعتذر له. لكن بتسعة تموز بتوعى بكير، بتركب سيارتك بتروح على جراج توني وبتضربه. يعني هيدا يعتبر اعتداء مع سابق تصور وتصميم. كنت رايح أعتذر له. وليه غيرت فكرك؟ عم بسألك سيد ياسر، ليه غيرت رأيك؟ جناب القاضي، أنا قلت لك إني أنا مذنب. بدي أعرف شو اللي صار ولا انقال تخليه يضربك. هالشي مش موجود بالتقرير. حكى شغلات. مثل شو؟ سيد ياسر، مش لصالحك ضلك ساكت. التهمة اللي موجهة ضدك جدية. شو قلت له لخليه يضربك؟ السؤال كان موجه لإله بالأول. هلا عم وجهه لإلك. إذا هو حاسس إنه كلماتي هالقد بشعين خليه يقولهم. أنت المدعي. استدعوا المتهم. جيدوشا شوري كوجو و يتنام توني تو. جوتاك هوشو نو جنبا ده هتراك ياسر. حضرتك تدعي إنه بتاريخ 2 تموز انت واحد عرس ساساينا كورون انتو اصلا شعب بلا اصل كوني او يرغس هوتيغي كي تو سغتا او كايتيك بديك تجبره انه يعتذر وتسمع من تمه دغري حتى لو كنت من اكثر الناس المظلومين بالعالم ياسر سلامي كمان صار عنده ردة فعل على الكلمات اللي استهدفت هويته هذا شيء طبيعي كان ماشي حالنا لحد ما شرفتوا انتو مشروع العمار المرن ما تخلي شغلة صغيرة مثل هيدا تخرب كل شيء. تجد هذه المحكمة نحن عايشين بهالبلد سيد توني كلنا اخوة انا ما كان بدي ارفع دعوة منك كل يلي كان بدي اياه اعتذار بسيط ما حدا بحق انه يحتكر المعاناة حضرة القضاء كيزوتسويتا فتاري غا سايغو ني ميتسكيتا اراتانا ايبو ني سيكاي غا ناميدا شيتا 判決2つの希望